السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع ميس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنقرأ كلمات يونت 9 الوحدة التاسعة كاملة من كتاب المعاصر ترم تاني 2024. Let's get started. يونت 9 وحدتنا التاسعة بعنوان Build a Greener World. Build a Greener World يعني بناء عالم أكثر خضرة أو أكثر نظافة. هنبدأ من page 112 صفحة 112، فيها الفوكابيولاري المفردات للسنز 1 and 2 الدرس الأول والثاني. مستدام أو صديق للبيئة sustainable. منتجات products. أشجار المانجروف، وده شجر استوائي mangrove trees. متزايد rising. مستوى سطح البحر sea level. مياه البحر sea water. لو قلت sea water صح تماما. محاصيل زراعية crops. فيضان flood. قابل لإعادة الشحن rechargeable. نبتة أو شجيرة صغيرة seedling. الخيزران أو البامبو bamboo. حقيبة التسوق shopping bag. بطارية battery. مصباح إضاءة light bulb. الجي والإتش هنا silent، تكتب ولا تنطق. مصباح إضاءة light bulb. تغير المناخ climate change. بصمة كربونية carbon footprint. موفر للطاقة energy saving. يمكن إعادة استخدامه reusable. يعيد تدوير أو تصنيع الأشياء recycle. طبعا في عندنا هنا بعض الرموز، الN بترمز ان الكلمة دي noun اسم، والV بترمز ان الكلمة دي verb فعل، اما ده اختصار كلمة adjective يعني صفة. ورق او ورقي paper. بلاستيكي او plastic. فرشاة اسنان toothbrush. كهربائي electric. البيئة environment. بترول أو بنزين petrol. الكهرباء electricity. زجاجة مياه water bottle. مقهى coffee shop. يوصل الفيشة بالكهرباء plug in. يشحن بالكهرباء charge. اللغة الهيروغليفية hieroglyphics. طبعا هنا ال P وال H بتدينا الفه ساوند صوت حرف ال F. hieroglyphics. page 113 يؤثر على affect. مجتمع community. مالح salt. غابة forest. بيئي environmental. في كلمة environment بيئة مش بننطق الأو. environmental. الطبيعة nature. T-U-R-E didn't sound sure. Nature. طبيعة nature. واجهة المحل أو الفاترينا shop window. عاصفة storm. موقف situation. موقف situation. رياح wind. صفحة على الإنترنت web page. يقتل kill. ومع ذلك however
يحل أو يجد حل solve 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 أرض أو يابسة land 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 حقل field 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 فريق team 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 ساحل coast 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 حيوان بحري sea animal sea animal sea animal يحمي protect 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 countries and cities بلاد ومدن دولة اليونان Greece Greece دولة كندا 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 مدينة الغردقة هورغادا هورغادا conjugation of regular verbs تصريف الأفعال غير المنتظمة present مضارع وباست ماضي وباست participle تصريف ثالث يذهب go went gone go went gone يرسل send 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 بعد كده عندنا definitions تعريفات والتعريفات مش شرط ان انت تمسك ورقة وقلم وتحفظهم المهم ان انت تكون عارف ان التعريف ده بتاع معنى الكلمة ديت اوكي تبقى عارفه كويس عشان لو جالك في الامتحان طب هنا بامبو كاب الكوب البامبو المصنوع من الخيزران a cup made from a tall strong grass كوب مصنوع من عشب طويل وقوي energy saving light bulb مصباح اضاءة موفر للطاقة energy saving light bulb عبارة عن a glass object that uses less electricity than usual to give light يعني عبارة عن جسم زجاجي او شيء زجاجي بيستخدم كهرباء اقل من المعتاد لاعطاء اللايت لاعطاء الضوء reusable reusable يعني يمكن اعادة استخدامه able to be used again يعني قادر على استخدامه مرة اخرى يعني. rechargeable battery يعني بطارية قابلة لإعادة الشحن something that gives power to a machine toy car etc يعني بنقول شيء بيمنح الطاقة لآلة أو لعبة أو سيارة أو ما إلى ذلك and which you can continue to add energy to وكمان يمكنك الاستمرار في إضافة الطاقة إليه so they continue to work يعني لذلك هم يستطيعوا أن يستمروا في العمل الآلات دي أو الألعاب دي اللايت بالب المصباح بتاع الإضاءة a glass object that you put in lights which changes electricity into light هو بيقولك هو جسم زجاجي تضعه في الأضواء والذي يحول الكهرباء إلى ضوء sustainable يعني مستدام أو صديق للبيئة causing little or no damage to the environment هو يعني شيء بيتسبب في أضرار قليلة جدا أو معدومة للبيئة crops المحاصيل plants that we grow on farms يعني نباتات بنزرعها في المزارع قلبنا الصفحة 114 مستمرين في التعريفات المانجروف تري شجرة المانجروف a small tree with roots يعني شجرة صغيرة لها جذور above the ground فوق الأرض which grows بتنمو in في or near أو بالقرب من the coast الساحل or rivers أو الأنهار seedling الشكل أو النبتة a small plant which has started to grow from a seed يعني بنقول نبات صغير بدأ ينمو من البذرة rising sea levels ارتفاع مستوى البحر when the sea becomes higher لما البحر بيصبح أكثر علوا because climate change بسبب تغير المناخ تغير المناخ ده بيعمل ايه melts the ice at the poles تغير المناخ ده بيذيب الجليد اللي في القطبين اللي في القطب الشمالي والقطب الجنوبي collocations متلازمات لفظية يحصل على وظيفة get a job get a job يقوم بأداء وظيفة do a job do a job يجتاز الاختبار pass the test pass the test word الكلمة synonym المرادف و antonym العكس يوصل بالكهرباء plug in plug in بتساوي connect connect عكسهم يفصل من الكهرباء plug out plug out أكثر higher higher بتساوي more more عكسهم أقل lower lower or أو less less صغير السن little little بتساوي young young عكسهم كبير السن أو عجوز old old يزود أو يمد بي provide provide بتساوي give يعطي أو supply بردك يمد give give supply supply عكسهم يأخذ take take مستدام sustainable
sustainable sustainable بتساوي maintainable 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 أو renewable 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 أو continual continual continual. عكسهم غير مستدام unsustainable 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 أو غير متجدد non-renewable non-renewable non-renewable. يقلع عن give up give up give up بتساوي stop stop. عكسهم يستمر continue continue. prefixes and suffixes مقاطع بادئة ونهاية. عندنا usual معتاد، لو أضفت لها البادئة you انت بقى unusual غير معتاد. هنا usable لو أضفت لها البادئة re تبقى reusable يمكن إعادة استخدامه. chargeable لو أضفت لها البادئة re تبقى rechargeable قابل لإعادة الشحن. recharge لو أضفت لها البادئة able يبقى يمكن إعادة شحنه rechargeable. طب sustain يستديم أو يستمر، لو أضفت لها اللاحقة able تبقى مستدام sustainable. unusual unusual reusable reusable rechargeable 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 sustainable sustainable. page 115 115 في important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة. لمبات موفرة للطاقة energy saving light bulb energy saving light bulb. هنا لمبات طبعا اسمها bulbs اوكي هنضيف اس بس عشان بتاعت الجمع. energy saving light bulbs energy saving light bulbs energy saving light bulbs. يعيش حياة أكثر استدامة يعني حياة صديقة للبيئة. live more a sustainable life live more a sustainable life live more a sustainable life. يزداد أو يرتفع getting higher getting higher getting higher. يوفر الماء save water save water save water. طريقة كتابة form of writing form of writing form of writing. على ساحل البحر الأحمر on the Red Sea coast on the Red Sea coast. يطفي جهاز turn off turn off. يغمر المزارع come onto farmers come onto farmers. يوفر لي provide for provide for. في أجازة on holiday on holiday. مصنوع من made from made from. بامتداد أو بطول الساحل along the coast along the coast. تحدث بسبب caused by caused by. بعد كده عندنا الفوكابيولاري المفردات للسنز 3 and 4 الدرس الثالث والرابع بيج 127 صفحة 127. ينتج أو يخرج produce 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 طاقة شمسية solar energy solar energy solar energy. ألواح طاقة شمسية solar panels solar panels solar panels. بيت زجاجي لزراعة النباتات اللي هو الصوبة الزراعية يعني اسمها green house green house green house. توربينات الرياح wind turbines wind turbines wind turbines. ساقية الساقية بتاعت المية اسمها water wheel water wheel ال H silent water wheel. لو قلت water wheel صح تمام. طب زلزال earthquake earthquake earthquake. تكييف الهواء air conditioning air conditioning T-I-O-N تدينا الساوند شان air conditioning air conditioning. يتعلق بحماية البيئة green green green. يتزلج أو يتزحلق ski ski ski. قوة أو سلطة power power power. جهاز التحكم عن بعد remote control remote control remote control. قرية village village village. خائف frightened frightened جيولج silent frightened. مندهش surprised surprised surprised. حادث accident accident accident. يمتص absorb absorb absorb. تلوث pollution pollution تلوث pollution. خطة plan plan plan.
ملخص summary بالكامل أو تماما totally مصنع factory يوعد promise أجزاء parts الوقود الحفري fossil fuel مكب النفايات landfill موقع أو مكان site دولة الدنمارك دنمارك طن اللي هو 1000 كيلو جرام طن مغزى أو رسالة message عامل worker القدرة ability بطل خارق superhero يقلل أو يحد من reduce 128 خاصة أو بصورة خاصة specially منشورة على الإنترنت web post ثلاجة fridge شاشة screen يملك أو خاصته أو ملكه own الريف the country تدفئة heating رسم توضيحي diagram form oven سيارة كهربائية electric car تصريف الأفعال يحضر bring brought definitions تعريفات تعريف الاير كونديشننج تكييف الهواء هو عبارة عن ماشين آلة that makes the air بتجعل الهواء in a room في غرفة stay بيظل cool بارد قليلا لطيف يعني or warm أو دافئ promise يوعد say you will do something يعني يقول لك ان هو سوف يفعل شيء ما power قوة أو طاقة special ability قدرة خاصة to do something على فعل شيء ما produce يعني ينتج يعني make or create يصنع أو ينشئ solar energy الطاقة الشمسية عبارة عن energy الطاقة from the sun من الشمس renewable energy طاقة متجددة يعني طاقة متجددة يعني natural energy طاقة طبيعية that does not disappear لا تختفي أو لا تنضب يعني or burn أو تحترق when you use it لما تستخدمها remote control جهاز التحكم عن بعد عبارة عن a machine آلة that you control أنت بتتحكم from far away آلة بتتحكم فيها في الشيء عن بعد okay اسمه remote control جهاز التحكم عن بعد طب simple يعني بسيط easy to understand يعني حاجة سهلة في الفهم calculations متلازمات لفظية يسبب تلوث produce pollution ينتج طاقة produce energy لديه خطة have a plan يولد الكهرباء make electricity يوفر الكهرباء save electricity يسبب مشاكل cause problems word الكلمة synonym المرادف antonym العكس خائف frightened بتساوي afraid or out scared عكسهم شجاع brave سهل أو بسيط easy بتساوي بسيط simple عكسهم معقد complicated أو complex نكمل في الصفحة اللي وراها الـ antonyms و synonyms يصنع أو يولد الكهرباء make بتساوي produce or create عكسهم يستهلك consume رخيص الثمن inexpensive بتساوي cheap عكسهم غالي الثمن expensive يدمر أو يتلف
destroy بتساوي damage. damage عكسهم يصلح repair fix mend. ثلاث كلمات هنا بمعنى يصلح: repair fix mend. يوافق agree. agree بتساوي accept. accept عكسهم لا يوافق disagree. disagree أو يرفض refuse. refuse ضخم enormous. enormous بتساوي huge. huge عكسهم ضئيل الحجم صغير جدا يعني tiny. tiny prefixes and suffixes هنا عندنا work لو أضفت لها er تبقى worker عامل. sustain لو أضفت لها اللاحقة able تبقى مستدام sustainable. organize يعني ينظم لو أضفت لها اللاحقة tion تبقى organization يعني منظمة أو مؤسسة. expensive غالي الثمن أضف لها البداية in تبقى inexpensive رخيص الثمن. agree يوافق لو أضفت لها البداية dis تبقى disagree لا يوافق. worker worker sustainable sustainable organization organization inexpensive inexpensive disagree disagree. page 130 صفحة 130 important expressions and prepositions. يستخدم طاقة متجددة use renewable energy. use renewable energy يقوم بأداء جيد do well. do well يفهم بشكل صحيح get it right. get it right جيب الـ H sign. get it right تحافظ على اعتدال البرودة في منزلك keep your house cool. keep your house cool أقل اعتيادا less often. less often الـ T sign. less often يصبح نظيفا become clean. become clean الكهرباء النظيفة يعني الصديقة للبيئة مش بتلوث البيئة يعني green electricity. green electricity يستهلك معظم الكهرباء use the most electricity. use the most electricity يذهب للتسوق go shopping. go shopping يجد إجابة لي find an answer to. find an answer to في answer الـ W silent. okay find an answer to يتزلج لأسفل ski down. ski down يشغل جهاز turn on. turn on يعتاد على get used to. get used to سهل الفهم easy to understand. easy to understand قلق بشأن worried about. worried about يتجول move around. move around وسيلة مواصلات form of transport. form of transport form of transport في page 139 139 في مفردات lessons 5 and 6 الدرس الخامس والسادس. مقابلة شخصية interview. interview interview محطة توليد طاقة شمسية solar farm. solar farm solar farm يقاطع أثناء الكلام interrupt. interrupt interrupt محطة توليد الطاقة power station. power station power station مبادرة initiative. initiative initiative احنا خدناها في الـ A في الـ first term قبل كده في الترم الأول. initiative مبادرة. منطقة region. region region التصحر desertification. desertification desertification desert صحراء. اوكي وهنا والتي اي او ان تدينا الساوند شن تبقى desertification التصحر اللي هو إزالة الأشجار في منطقة كبيرة وتحويلها لصحراء. اوكي desertification desertification. طب جفاف drought. drought جو الاتش لا تنطق drought. يصنع او يبدع create. create create منظر طبيعي landscape. landscape landscape الارض الزراعيه farmland. farmland farmland فكره idea. idea idea تل هيل. هيل هيل مراسل صحفي reporter. reporter reporter البترول oil. oil oil اذن او تصريح permission. permission s i o n نتق هنا شن permission. permission
بصفة شخصية أو شخصيا personally. مصدر source. directions الاتجاهات شمال north جنوب south شرق east غرب west north south east west. سبب reason مش بنطق الاو لما بتكون الكلمه اخرها او ان بيبقى الاو سايلنت كده اوكي زي lion iron حديد reason سبب اوكي reason. طب تقرير report مزرعة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بنبان سولار بارك يحسن أو يطور improve يحدث happen يحرس أو يعمل بزراعة أو مزرعة farm مزرعة كليف هيل الشمسية كليف هيل سولار فارم كليف هيل سولار فارم. الصحراء الكبرى سهارا ديزرت 114 الزراعة فارمينج منظم أورجانيزر كامل أو تام هول ال H silent هول كائن حي living thing مبادرة الجدار الأخضر العظيم Great Green Wall Initiative رئيس President خاص أو مميز Special يبحث أو بحث Research إلى حد ما أو تماما Quite الاتحاد الأفريقي African Union يسجل أو يدون Record شريط الرسم البياني Bar chart الصيد Fishing Countries and cities بلاد ومدن منطقة الساحل Sahel region والمملكة المتحدة UK اختصار United Kingdom UK دبي مدينة أسوان دولة السودان سودان دولة جنوب السودان South Sudan تصريف الأفعال يلمع أو يضيء shone ينسى forgotten collocations متلازمات لفظية يولد الكهرباء give electricity يوفر فرص عمل give jobs يوجد فرص عمل create jobs يسبب مشاكل create problems يسبب حريق cause fire يسبب تلوث cause pollution يجري دراسة استطلاعية do a survey definitions تعريفات تعريف create اللي هي ينتج أو ينشئ معناها make يصنع or produce أو ينتج desertification التصحر when an area لما توجد منطقة becomes تصبح a desert يعني لما منطقة تصبح صحراء يبقى حصل لها تصحر أو changing an area تغيير منطقة into desert لصحراء region يعني منطقة an area of a country منطقة من البلد initiative مبادرة something to improve a difficult situation يعني شيء بيتعامل عشان يحسن أو يحل موقف صعب solar farm محطة توليد طاقة شمسية an area منطقة with many solar panels فيها الكثير من ألواح الطاقة الشمسية that provides electricity بتمد أو بتزود بالكهرباء landscape منظر طبيعي a view منظر طبيعي showing بيوضح أو بيبين an area منطقة of land من الأرض interrupt يقاطع أثناء الكلام if you interrupt someone لو أنت قطعت حد في الكلام معناها you speak to stop someone else from speaking أنت كده بتمنع شخص ما من هو يتحدث page 141 word الكلمة synonym المرادف وantonym المضاد جميل beautiful
beautiful بتساوي pretty. Pretty or lovely. Lovely عكسهم قبيح ugly. Ugly. مزايا advantages. Advantages بتساوي pros. Pros عكسهم عيوب disadvantages. Disadvantages أو cons. Cons خطير dangerous. Dangerous بتساوي serious. Serious or unsafe. Unsafe عكسهم آمن safe. Safe. مقدمة introduction. Introduction بتساوي preface. Preface عكسهم خاتمة conclusion. Conclusion S-I-O-N هنا تنطق جن. Conclusion. بالخارج outside. Outside بتساوي outdoors. Outdoors عكسهم بالداخل inside. Inside كليا أو تماما totally. Totally بتساوي fully. Fully or completely. Completely عكسهم جزئيا partially. Partially ممكن أو محتمل possible. Possible بتساوي probable. Probable عكسهم مستحيل impossible. Impossible يشمل include. Include بتساوي contain. Contain عكسهم يستثني exclude. Exclude يقلل reduce. Reduce بتساوي decrease. Decrease عكسهم يزيد increase. Increase prefixes and suffixes مقاطع بادئة ونهاية. عندنا هنا agree يوافق لو أضفت لها بادئة. D-I-S تبقى disagree لا يوافق. Advantages مزايا لو أضفت لها البادئة. D-I-S تبقى disadvantages يعني عيوب. Live يعيش لو أضفت لها اللاحقة I-E-I-N-G تبقى حي أو مفعم بالحياة living. Grow ينمو لو أضفت لها اللاحقة I-N-G تبقى متزايد growing. فيش سمك أو يصطاد لو أضفت لها ING تبقى fishing الصيد. farm مزرعة لو أضفت لها لحقة ING تبقى farming زراعة. disagree disadvantages living growing fishing farming important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة. مقابلة تلفزيونية television interview. Television interview S-I-O-N هنا تنطق جن. Television interview. لا أوافق I don't agree. I don't agree equals بتساوي I disagree. I disagree شخصيا أنا أعتقد. Personally I think. Personally I think لا أوافق كليا. I totally disagree. I totally disagree. هل يمكن قول شيء؟ Can I say something? Can I say something? أنت محق. You are right. You are right. يحل المشكلة. Solve the problem. Solve the problem. يدعى أو يسمى. Called. هنا طبعا بيدي. الفيرب تو بي اللي هو am و is و are في المضارع و was أو were في الماضي. طيب لو مثلا على شخص بقول يسمى او يدعى اقول is called. تمام called يعني يسمى او يدعى. اخر بيج معانا النهارده 142 صفحه 142 prepositions حروف الجر. يناقش في مجموعه discuss in a group. Discuss in a group يناقش في ثنائيات discuss in pairs. Discuss in pairs يطلب التحدث ask to speak. Ask to speak يطلب الاذن ask for permission. Ask for permission بدلا من instead of. Instead of بحلول عام 2050 by 2050. By 2050 يقارن به compare with. Compare with لقضاء الأجازة for a holiday. For a holiday يشيد أو ينشئ set up. Set up للعالم بأكمله for the whole world. For the whole world الW هنا صارت. يكتب بالتفصيل write up. Write up مشاكل لي problems for. Problems for في رأيي أو من وجهة نظري in my opinion. In my opinion جنوب south of. South of تجلب المال لي produce money for. Produce money for يوضح أو يعرض على الخريطة show on a map. Show on a map
خلصنا سيشن النهاردة، تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.